يعني شو هذا ولد من الحلفة؟ وين ولد صغير عاش كي الناس كل؟ يعني يسمع كلام أمه ياسر ويقدر أمه برشا ويحب أمه برشا. يزمو يشدوه خمسة ولا ستة بوليسية باش يكركروه ولا حاجة، عليه ما مش سهل. عليه يعمل هكا يطيح واحد يهبط يطيح الثاني. قضية اليوم باش نتناولوا فيها جريمة من أبشع الجرائم اللي تناولناها في برنامجنا هذا إلى حد اليوم. هو كبش وهي كبشت هو كذا فهمني هيك فقد أعصابه عمل هكايا اضربها. قلنا أكثر الظن يكون هذه العنف على مستوى الرأس والطعنات على مستوى البطن هما اللي قاتل. ثم حالات أصعب وأصعب كيما الحالة هذه، يعني اللي قلنا شخصية غير سوية وتنشأة صعبة وظروف نفسية صعيبة ظروف مادية صعيبة ويدخل في الإدمان لكن تولي بولي توكسيكوماني. مش فاهمة مش فاهمة، قلت أمان تطا يجري وراي ما مقتولة. قامت الشرطة باستدعاء جميع المتساكنين اللي قراب من منزل الهالكة ربيع. هي بركت عليه وبدأت تخثث فيه والخضان هذاك انتج عنه ارتطام راسه على الأرض وخبشته وقدمته من فمه. والاعتراف هذايا نتاع جلال حول في لحظة واحدة هاجر من شاهدة إلى متهمة. في جرائم القتل مثلا تحيل جيني نجم يكون عنده دور كبير ياسر.